ولتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي. أهلا بك معنا سيد حميدي. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبجميع مشاهدي قناتي. أهلا بك سيد حميدي. يعني أكثر من 21 ألف انتهاك ارتكبته الميليشيا في صنعاء خلال عام 2020 بحسب التقارير الحقوقية، يعني من نظرتك وأنت مراقب للوضع، هل هذه هي سياسة ممنهجة من قبل الميليشيا الحوثي؟ في حقيقة الأمر، من خلال عملنا ومراقبتنا للمشهد الحقوقي اليمني منذ بداية الصراع، نستطيع أن نقول أن هنالك مجموعة من الانتهاكات يغلب عليها الطابع المنهجي، وجود سياسة متبعة في مثل هذه الانتهاكات. أهم هذه الانتهاكات التي ربما نتحدث عنها بأنها تتم بعملية منهجية، الاعتقالات التعسفية، عملية التعذيب داخل السجون، زراعة الألغام، وهي ربما الطرف الوحيد في اليمن اللي يقوم بزراعة الألغام داخل مناطق بين السكان ودون وجود خرائط دقيقة، بل يتفنن في عملية تمويهها إما بواسطة الأحجار أو مواسير الماء أو غير ذلك. هنالك رصد دقيق لمثل هذه الانتهاكات، وهنالك كان تقرير رفع إلى مجلس الوزراء اليمني بأن المركز اليمني للألغام فجر ما يقارب 700,000 لغ مكشوف، غير الألغام الغير مكشوفة حتى هذه اللحظة. أضف إلى ذلك أن هنالك الانتهاكات المتعلقة بحق المرأة، القصف العشوائي للمدن، عملية سياسة المحاكمات الصورية التي تؤدي إلى الإعدام، نهب المنازل، تفجيرها. هذه عمليات ممنهجة تتبعها جماعة الحوثي إما لإرهاب الخصوم أو للانتقام منهم على حد سواء. نعم، يعني هنا السؤال، هذه الانتهاكات بما أنها ممنهجة فلزاما هناك هدف، هل هذا الهدف ينحصر في إرهاب الأهالي أم تحاول الميليشيات استثمار هذه الانتهاكات ربما لتحصيل مكاسب سياسية للضغط أو شيء من هذا القبيل؟ هنالك انتهاكات متعلقة بسياسة الجماعة الداخلية، مثلا عملية نهب الأموال، نهب الشركات، فرض الإتاوات، هذه تهدف إلى تفريغ الساحة إذا جاز من أي رأس مال يمني غير موالي للجماعة الحوثي. في مقابل صعدت جماعات مالية أو إذا جاز التعبير فئة مالية جديدة تتبع هذه الجماعات، تحصل على كثير من الامتيازات إلى غير ذلك. عملية التفجير التي تطال المساجد ومدارس تحفيظ القرآن إلى غير ذلك، هذا متبع أيضا بمحاولة تفريغ الساحة من أي مؤسسات ربما غير موالية أو تعتبرها موالية لأطرافها الخصوم. أضف إلى ذلك نهب المؤسسات الإعلامية، مطاردة الصحفيين، هذا على المستوى الداخلي. الانتهاكات التي تأتي في إطار العمل السياسي هي عملية التي تتم من خلال إذا جاز التعبير الاتخاذ بقرارات استراتيجية، مثل عملية قصف المدن بالصواريخ البالستية وبالطيران المسير إلى غيرها، والألغام البحرية من أجل تعطيل حركة السفن. هذه بالفعل تسعى هذه الجماعة إلى لفت أنظار العالم وتحقيق مكاسب على الأرض من خلال الضغط على الأطراف السياسية. نعم، إذا أردنا الحديث هنا عن دور المجتمع الدولي، يعني أين هو المجتمع الدولي في كل ما يحصل؟ المجتمع الدولي في كل ما يحصل ربما اليوم نشاهده من خلال التحركات التي تتم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأممي جريفيث. المجتمع الدولي اليوم أصبح يعني أشبه ما يكون بمقلم الأظافر، غير قادر على الضغط على الأطراف، خاصة جماعة الحوثي. اليوم جماعة الحوثي تتحرك
بنوع من الأريحية، حست بأن المجتمع الدولي يمارس نوع من الدلال عليها، خاصة بعد الإسراع من قبل حكومة بايدن لاتخاذ أول قرار ربما كان برفع جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وبالتالي أصبحت هذه الجماعة ترى بأن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط عليها، خاصة وأن الإيرانيون اليوم يديرون ملف النووي بحرفية عالية من خلال ربط الملفات الإقليمية كلها بالملف الخاص باليمن. نعم، إذن توفيق حمادي الناشط الحقوقي اليمني، كنت ضيفنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.